السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة في هذا النهار. يا ربي كيف ما تشوفوا معايا هنايا، جينا عند واحد الصدور، بغينا نصاوب واحد الباب ديال الحديد، وجينا عند الصدور هنا كاين في اش نيت هاد البلاصة. اش قال جاكومو؟ بطاطا فريت، هي تيفريت. مع اسم هشام قال لي تيفريت، هو يقول لي هو بطاطا فريت ضحكنا عليه. المهم راه هنايا كاين الصدور في واحد الطليعة، جات واحد الطليعة ودير المحل ديالو تما وتيخدم، وجالس بخاطرو تيبقى يخدم غير بشوية عليه، عنده خديمة زوينة. فالطلعة ها طلعنا هنايا، الدجاج غا سارح تما، كلشي كاين هنايا، الطبيعة زوين، الجبيل. المهم هنايا هادي هي البلاصة ديالو في تيفريت، هاد الصدور اللي بغاتو راه غنخليكم الرقم ديالو، غتواصل معاه هنايا الفوق. ومن هاد المنبر غنشكر خويا هشام مول الطاكسي، هذا صديق ديال خويا الله يرحمه، بقى مسكين بحال خونا، اي حاجه بغيتها تنقضيها ولا شي حاجه كنعيط ليه، ما كيخسرش ليا. هو اللي ورى ليا هذا السيد، لانه هو كان صدور، كان قال لي خويا الله يرحمه، قال لي راه هشام راه حرفته كان صدور، ومن اللي بغيت ندير الباب وانا نتفكر عيطت عليه في التليفون سولته، وقال لي راه كاين واحد السيد معقول ودرويش وكيخدم مزيان، الا بغيتي نديكم نمشيو عنده. قلت ليه واخا صافي، هو يجي من عنده المحل هنايا كيف ما كتشوفوا جاكم وداكشي. المهم تفاهمنا معاه وداكشي، قال لي اسبوع اللي بغا نجيب لك الباب ديالك. يلا باي. وفي ذلك ما قاعدو قال لك ما تشوفيني كي غنطيح. لا لا راك برافو شيندري، داي طلعة ولكن راه مزيانة. المهم هو الصدور راه مزيان، فين ما كان غنمشيو ليه. ها انتم ها شفتوا الطلعة، كاع ضربناها باش مشينا عنده، ولكن عدو داكشي تيخدم بإتقان كما نقولوا. هنا كل نهار مسكين صافي، مشيت عنده داك النهار ديال الاثنين، والاثنين الاخر جاب لي الباب، جابو مسكين سيمانه كما دار معايا، يعني عنده كلمه فين ما خدم شي حاجه كيصيفط لي التصاور ديالو. تبعته على سميتو على فيسبوك، عنده فيسبوك كيحط فيه داكشي ديالو اللي كيخدم، وبقيت متبعه كل مره كيحط الباب ديالي فين ما صور شي حاجه كيحطها تنشوفو، هادو كنصيفطهم ليا. المهم راه هو هذا الباب، ولكن باقي ما كملش، ما بينش مزيان، ملي غادي يجيبو للدار غنوري لكم كل شيء كامل ان شاء الله. هنا صافي وصلت اثنين، جابوه سيمانه اسبوع السيد عنده الكلمه، جاو جاب كريم على الصباح جابوه، وقال لي مسكين تقيل بزاف تدقوا عليا في الباب الفوق، قال لي راه ثقيل بزاف، راه طلعنا حنا اربعه الناس، ها هما تيقادو فيه دابا تيقادو لي تيديرو لي بلاصتو، لان درتو انا في هذا الكولوار هذا ما درتوش لاصق على الباب ديالي، ان عندي واحد لي سباس هنايا وانا نديرو فيه في هذا الكولوار هذا، وبقى عندي هنايا لي سباس ديالي من الداخل. المهم هما تيديرو لي في سميتو تيشدو لي في بلاصتو يقادو قادوها، وحفروا الحيط اللي تتبان لكم دوك التقابيل تحت وفي الوسط على قد البيزكارات، كاع حفروا لي في الحيط مزيان وداروا البارات وما يدخلوه. صافي خليت مول الباب ساليت معاه، وهنا جيت عند مولين الرخام عاوتاني، لان خاصني الباب تا هو رخام، وجينا هنا عند مولين الرخام باش انا نختاره. الصراحه جبت جاك مود الخضر هذا، هذاك اللي عجبو، ولكن انا ما عجبنيش الصراحه، ما عجبنيش هذاك اللون الخضر. المهم اختارينا واحد اللون اخر بحال الدروج اللي عندنا في العماره، وصافي وتفاهمت مع مولاي هذاك اللي كيبيعو داكشي، وقال لي صافي الثمن وداكشي عجبني الحال، وقال لي غادي نصيفط لك المعلمين. صافي وقطعوه داكشي، صيفط لي المعلمين، ها هما جاو هنايا باش غادي يركبوه. دابا المشكل اللي كان عندي انايا هو انني ما بغيتش الرخام يكون مقطع، هاد الطرف هذا اللي شاد هاد السيد ها هو كيركب فيه، بغيتو طرف واحد من تحت للفوق فيها 2 متر ومرت 15، يمكن 2 متر و15. اغلبيه ديال المولي الرخام راه مشيت عند ماشي 4 ولا 5 كيقولوا لي لا ما يمكنش ديروه طرف واحد، بغا يقسموه. لقيت هاد الحريفي هذا قال لي ماشي مشكل نديرو لك طرف واحد، لان تيخافوا يتهرس، ما تيبغوش يديروه طرف واحد، قال لك تيتهرس ليهم، تيديروا لي واحد الباندا مع الجناب، وانا ما عجبتنيش الديكور ديال هذيك الباندا ما بغيتهاش. قلت لهم لا ما بغيتش هذيك الباندا، درت بزاف ديال الخيميه حتى لقيت هذا اللي زعما يعني يبغى ليا يخليه طرف واحد، والاخرين قاع تيقولوا لي نخليه طرف صغير نقسموه من هاد الجهه ومن ديك الجهه. صافي المهم هذا صافي عجبني وتفاهم معايا وداك الشيء، صيفط ليا الدراري ديالو ها هما جاو كيركبوا فيه، والمهم خدموه باتقان الصراحه،
ديري الميزان تيديرو جاكمون جالس معاهم حاضيهم تيقول لهم ديروا هكا، شاف شي حاجه ما عجباتوش ولا شي حاجه تيقول لهم غاتو، ان الحيط عوج. هما جابوا كل شيء مقطع مقات، ولكن الحيط راكب عوج من واحد الجهه ويتركب لهم واحد الرخامه من واحد الجهه عوجه، وعقبو مساكن شدوها ونقصوا منها، نقصوا منها واخا تجابوا العبار ديالهم مقات، نقصوا منها قادوها وبقاو برضوها مزيان بداك العمون تقدت ليهم، عاد بداو يركبوا فيها عاوتاني، يعني شد ليهم واحد الشويه ديال الوقت زاد على الوقت العادي ديالهم لان نقصوا منه. صافي ودابا تيركبوا فيه هكا كيف ما تشوفوا، ركبوا هذيك الحاشيه الوسطانيه وعاود تيركبوا دابا في الحاشيه ديال الجنب. المهم عطيتهم انا داك الموديل، وريت ليه واحد التصويره ديال الباب ديالي ديال ايطاليا، وقلت لهم ديروا ليا بحاله هكا كيف ما تشوفوا هذاك الباب ديروا ليا بحاله. المهم هما خدامين وجابوه لاصق الصراحه، واخا نقصوا منه جا عبار نيشان زعما الله يعطيهم صحيحتهم هاد المعلمين هاد الرخاميه هادو محترفين بزاف. ها هما خدامين دابا تيضرب غير بشويه، قالك الرخام شويه سونسيبل في الخدمه ديالو، هذيك الجهه الفوقانيه حطوها باش يشدوا التوازن لان باقين غادي يقطعوها، عاد باش غادي يعاودوا يلصقوها مزيان. بياشه non tutta no perché questa qui è finita la prima ma vogliono fare è finita da fuori e qua come lo carico no e lì non l'hanno finita ancora vogliono lisciare e basta che devo fare qua hanno messo lo stucco vogliono lisciare. صافي لصقو مزيان بالسيمه هاد الباب هاد سميتو عفوا هاد الرخامه الفوقانيه تا هي تيلصقو بالكولا هو الاول. صراحه الخدمه متقونه، داروا فيه نص نهار وكملوه داروه مزيان صراحه الله يرضي عليهم، خدمه نقيه وزوينه ومتعطلوش. والمهم غنخلي لكم الرقم ديال مول الرخام تا هو اللي بغا تواصل معاه ولا تشري عندهم، اثمنه زوينين صراحه كيتسافو كما نقولوا. والخدمه عجبتني ديال الدراري حتى هي، مغطي لي من على الباب حاط ديال الباب. المهم هنا صافي راه كمل هو كيمسح فيه، غادي نوريه لكم تشوفوا الشكل النهائي ديالو كله. عجبني صراحه جا زوين وتهنيت منه حتى هو حيد الصخره اللي تقضات الخدمه اللي دارت صافي كترتاحي منها مع شحال. وانا كنقلب كنجري عند مال الرخام كنعيا كنمشي كل نهار عند واحد كنقلب هنا قلب هنا. المهم حيدتو عليا الحمد لله حتى انا تفكيت منه. زوين بزاف زوين بزاف عجبك؟ اه ايوا مزيان. هنا صافي الباب هالشكل النهائي ديالو ديال الحديد، ها انتم كيف ما تشوفوا معايا وريته لكم، ولكن باقي غيصبغوا باقي غيجي قال لي واحد 3 ايام دوز وغيجي يعاود لي الصباغه باش يولي لامع مزيان. درت لي هاد بحال الفضي هذا ماشي ارجنتو هاد اللون هذا شتو. المهم راه غادي يجي وغادي يعاود لي الصباغه غادي يبان زوين اكثر. انتما كيف ما تشوفوا هكا معلمين راه ما هما كملوا كيشربوا في اسي مع جاكومو تما وصافي. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الفيديو، نتمنى يكون الاعجاب ديالكم شجعتكم للقناه، والى فيديو قادم ان شاء الله. قولوا لي كي جاكم الباب ديال الرخام وكي جاتكم الباب الاخرى ديال الحديد. ايوا شكرا لكم على المتابعه والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش لايك وبارطاج. مع السلامه، نهاركم مبروك.